Camille, oh non, non, Camille, bébé. Impossible, il est très gentil. Il est très mignon. Il y a une voisine. دخلت برضو؟ ماشي ماشي. الله عادل، انت مش حوايدينك انك تيجي بدري كده، وكمان جايب رمزي معاك؟ والله انا قلت يعني اكافئه ويجي يتغدى معانا النهارده في البيت، لانه صراحه ما كسرش غير تمثالين بس، وبدل ما يقعد في البازار ويقعد ياكل في التماثيل بيفتكرهم عروسه حلاوه. ربنا يخليك يا دول يا رب. وبعدين يا دول، ما انت بحبح المهيه بتاعتي شويه يا عم. هدول هدول صفتي. كاميله كاميله، ده بيبي زقلنا خالص. ايه ده؟ دي حاجه صحي؟ ايه ده؟ ده كلب عادي، كلب. ايوه ما انا عارف انه كلب، وانا قلت ان هو قطه. ايه اللي جابه هنا ده يا حبيبي؟ ده سوني، سوني عادل. سوني، عاشت الاسامي يا سي سوني، وانا عادل يعني. ايه اللي جابه بقى؟ الله يا دولا، دولا هو الكلب ده وان بحقه حقيقي ولا بلاستيك؟ بلاستيك، ده كلب بوليسي. يالا ايه ده؟ ده انا معيش بطاقه دولا. لا ما تقلقش انت بالذات، ما تقلقش من اي حاجه خالص، لان هو بالنسبه لك يعتبر زميل. انا عايز افهم الكلب ده ايه اللي جابه هنا يا هانا. بص يا بيبي، اهدى بس كده، انا هفهمك كل الحكايه، عشان انا عارفه كويس قوي ان انت متخصص في الاحاديث والاقاويل والمشكلات والحواديت. بص بقى، انا وانا قاعده عند الكوافير قابلت يا مامي صاحبتي باكينام، انت عارفاها طبعا يا حبيبتي. فاكره الفظيعه دي اللي هي مرايه دي؟ دي بقى كانت عايزه ايه، تسافر عند بنت خالتها مالطا، تقعد هناك شويه كتير جدا. شعائيل دي لسه راجعه من اسطنبول. ايوه يا مامي، انت فاكره انها زينا قاعده طول النهار كده في البيت؟ لا دي رايحه جايه سفر طيارات وبتاع. المهم يعني اختصارا للقول، انها كانت مش عارفه هتحط الكلب فين لحد ما ترجع من السفر. فعرضت عليكي بقى ان انت تخلي الكلب بتاعها عندك يعني. عمري عمري استحاله ده يحصل. انت بتهرج ولا ايه يا عادل؟ امال ايه اللي حصل يعني؟ انا اللي عرضت عليها انها تخلي الكلب عندنا هنا. برافو عليكي يا رورو. يا باي يا باي، انا القمير بقى تسرقه. ماما ماما، انا عايزه العب مع الكلب. وانا دول عايز اخد الكلب ده واربطه واجري بيه في الشارع. دول والنبي بقول لك ايه، رانيا رانيا بس يلا انت وهي. رانيا الكلب ده مش هيقعد هنا في البيت، وانا ناقص كلاب، وانا هصرف عليك ولا على الكلب لو سمحتوا. الكلب ده خديه سربيه. لو سمحت ما تجرحوش، ده ابن عيلة متأصل ومن أصول عريقة. من أصول عريقة إيه يعني؟ جده لكي باشا؟ أنت بتهرج يا عادل ولا أنت مش عارف ده أصوله عاملة إزاي؟ ده أصوله إنجليزية فرنساوية إيطالية. أنا ماليش دعوة بالاتحاد الأوروبي اللي جاي منه الأستاذ الكلب ده، أهم حاجة ما يعديش أنا بقى حدودي الإقليمية في البيت. أخص عليك يا عادل. لا أخص عليك، أخص أخص عليك يا عادل، حرام عليك. أنت إيه، ما سمعتش عن جمعية الرفق بالحيوان؟ ازاي ما سمعتش؟ امال الحيوان ده اللي انا برعاه بقالي 5 مواسم لغايه دلوقتي اعمل فيه ايه؟ رمزي زفت ده. ربنا يخليك يا دول يا رب. وبعدين يا عادل حرام عليك، انا ما اقدرش انزل الكلب ده في الشارع لحسن، انا خايفه عليه يتشرد ومستقبله يضيع ويبقى كده مدمن ومن كلاب الشوارع. كلابش يعني هيعمل ايه يعني؟ هيشم كله ولا يسرق عظمه من الجزار ولا يسطح فوق القطر يعني؟ ايه اللي انت بتتكلم عنه يا ابني؟ ده بياكل كل يوم شركسيه. شركسيه؟ بلاش اوفر بقى. شركسيه ايه يا ماما؟ ده اساسا عمره ما داق اللحمه ولا عدت من قدام مناخيره. خلاص خلاص يا عادل، خلاص بقى. واضح ان انا مضطره استغنى عن ال100 جنيه اللي كانت هتطلع لي من الكلب كل يوم. 100 جنيه؟ اصل انا ما قلتلكيش يا مامي، صاحبته ادتني 1000 جنيه على اساس ان انا اصرف على الكلب كل يوم 100 جنيه، بس انا طبعا بنظرتي المصروفيه اللي هي المحافظه قلت ان انا هصرف عليه 50 جنيه بس، وال 50 جنيه هسيبها لمصروفاتي الشخصيه. رانيا لمصروفات البيت يا مامي. انت عارفه زمان كان نفسي يبقى عندي كلب، بس كان عندنا بيت صغير يعني، بس انا بحب الكلاب قوي، والنوع ده كمان اللي هو النوع الكلب الابيض، والكلب الابيض ينفع في اليوم الاسود. ايه ده؟ انت جايبه الكلب هنا؟ هو ايه يعني ما كفاكيش طول اليوم ان هو يبقى معاكي يعني جايبهولي؟ شوفي لو سمحتي، شوفي هينام فين؟ هنا. هينام هنا فين؟ في وسطينا يا بيبي. في وسطينا؟ ده اذا كانت ياسمين بنتنا عمرها ما نامت في وسطينا، هتنيمي كلب في وسطينا؟ صالك يا عادل، ده سوني 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 سوني. ايه سوني 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 سوني؟ إيه ابن اختك يعني؟ لا طبعا مش ابن اختي. طبعا، عشان اختك لسه ما خلفتش. ما تهزرش يا عادل. لا انا بتكلم بجد، الكلب ازاي هينام في وسطينا ازاي يعني؟ معقوله يعني يا رانيا؟ يا عادل يا حبيبي، انا وعدت صاحبته ان انا احسسه بالحنان والحب والامان والامن. الامان والامن ده ممكن يحسهم في اي حته لعلمك، لا
لو نام في البلكونه هيتسلى جامد، عنده النجوم يقعد بقى يتفرج عليها براحته. او اقول لك ممكن ننيمه في الصندار، عنده فران بالهبل هيقعد يلعب معاهم وهو قد الفار اساسا. ما اقدرش يا عادل، ما اقدرش يا حبيبي، ده امانه عليكي، انا عايز انام كده يا عادل. اوكي طالما انت عايز كده بقى ومصر وملح بقى، رجع الفلوس اللي خدتها في مقابل انك ترعاه ذلك المسكين الحيوان. لا ده الحيوان ده لطيف جدا، ده انا بحبه جدا. يا سوني 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 سوني، يلا اشرب يا جوجو، اشرب. ابلع بقى يا ابني اهو. ايه بسقي الجمل دول عشان الدنيا حر. بتسقي الجمل؟ يخرب بيتك، مش كفايه التماثيل اللي بتبوظها، كمان بتبوظ الجمال. يا ابني الجمل ده سفينه الصحراء، يعني ما بيشربش ميه خالص. ايه ده دولا؟ ايه ده الكلب ده؟ دولا هو الكلب ده اللي انا شفته عندك امبارح في البيت؟ اه يا سيدي، هو رانيا اصرت ان انا اقعده عندنا اسبوع فجبته بقى. شخصيتك الضعيفة دايما موجودة في كل حتة. يا دولة رانيا تقول لك حاجة تقوم راضي كده هون بالأمر الرابع على طول. الأمر الرابع؟ طب إيه هو الأمر الثالث؟ أنت أي هيصة جاي فيها وخلاص. المهم يا سيدي، عايزين ندور على مكان بقى الكلب ده يقعد فيه هنا في البازار. لا يا دولة، بص يا عم، احنا الأرفف عندنا كلها زحمة يا عم، والدنيا حر والتماثيل مش طايقة بعض أصلا. وانت فكرك ان انا هحط الكلب ده على الأرفف؟ يا غبي عايزين نعلقه في حتة يعني. ايه رأيك يا دولة احنا نعلقه هنا ومطرح الطبلة دي؟ مش نقه بقى مكان الطبلة؟ لا 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 لا، بص اقول لك حاجه، خليه على المكتب زي ما هو قاعده. قال اقول لي يا دولا، يعني وانت ناوي يعني فعلا تخلي الكلب دهون هنا عندنا في البازار؟ خليه في البازار، ايه المشكله؟ دولا مش انت امبارح قلت لي ان الكلب دهون يعني بوليسي؟ طبعا بوليسي، بس هو انت عارف بوليسي متنكر، يعني عامل نفسه كلب صغير زي ما تقول كده، ايه كلب بوليسي سري. طب يا دولا بقى خليه بقى يعني وصيه عليا علشان انا لسه ما طلعتش بطاقه. لا هخليه ياخد باله منك، بس اهم حاجه انت كمان تاخد بالك منه، شوفه محتاج ايه يعني نفذ له اوامره. انا يا دولا تمام يا فندم تمام. دولا هو هيعمل ايه بقى هنا بالظبط؟ هنا يا سيدي هيقوم بالحراسه طبعا في البازار عادي جدا، يعني انت هتحرس البازار طول الليل وهو يحرس البازار طول النهار. ايه ده اشمعنى يعني انا اللي احرس البازار بالليل؟ لانه هو كلب صغير يا ابني، ده ينفعش يحرس بالليل يا ابني، ده هو نايم بالنهار اساسا، ده احنا هنصحيه بالليل بالعافيه. فهمتك دولا باين عليك ده هو مقتنع بالكلب. ولا رمز إيه؟ انت بتفكر مع نفسك بصوت عالي ولا ايه؟ انت سمعتني؟ يخرب بيتك. ما بص بقى دولا، بصراحه يعني انا الكلب ده وان جاي بقى كده وانا على قطع عيش يا عم. يا عم قطع عيشك ايه بس يا رمز، واي كلام بتقوله يا ده يا رمز، انت غالي عندي، انت بمية كلب. يالا ربنا يخليك ليه يا دولا يا رب. هاو هاو كده، هاو 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 هاو. سونسون يا سونسون يا حبيبتي، اصحى بقى والنبي. انا نفسي افهم يا عادل انت عملت ايه في الكلب ده. هكون عملت له ايه يعني؟ بالعكس ده بياكل 3 وجبات في اليوم، الواد رمزي ما باكلهمش يعني. لا ما هو فعلا واضح ان انت مهتم بيه وبتاكله. حرام عليك يا مفتري، ده عنده انطواء نفسي سايكولوجي وحالته النفسيه متدهوره، ده مكتئب. جرى يا ست انتي، يعني عايزاه يعمل ايه؟ يسيب شغله ويقعد يداد الكلب بتاعك؟ ده حاجه غريبه والله الكلام اللي انت بتقوليه ده. يا ماما اعمل ايه للكلب مش راضي ياكل؟ انا قلت من الاول موده مش مظبوط. موده مش مظبوط اعمل له ايه يعني؟ وبعدين لعلمك بقى رمزي يعني متولي كل حاجه، بياكله بيشربه بيحميه وكل حاجه. لا انا مصدقاكي، اي ما هو واضح ان هو واخد باله منه وبياكله، ده مش بعيد يكون بياكل اكل. حرام عليك، انا مش عارفه بيكي لما هترجع من السفر وتشوف الكلب بالحاله المزريه دي هتقول علينا عملنا ايه. يعني اعمل ايه؟ انا مش فاهم يعني. كفايه قوي ان انا مهتم بيه وباكله وبشربه، كفايه منظري بس قدام المعلمين بتوع البازارات وانا داخل خارج معايا كلب صغير كده معمول له فيونكه حمرا، شكلي وحش. لا والله انت قد الكلام اللي بتقوله ده. اوكي يا عادل، اوكي اعتبر الاتفاق انتهى، هات ايدك بقى على الفلوس اللي انت خدتها قبل كده واعتبر ان الالف جنيه دي خلاص بح. يا راني ايه، هنعد في بعض ولا ايه؟ والله بقى انت اللي بدات النباح يا استاذ عادل، اشرب بقى. ازيك حته؟ صباح عم رمزي. الحمد لله، ازيك يا دول؟ ايه اللي جابك هنا يا ده رمزي؟ ياه يا دوله، زهقت يا عم من قعده بقى البازار، فقلت بقى اجي اقعد في القهوه شويه، ولا يعني الكلب ده وان احسن مني يعني؟ انت هتزق الكلب ولا ايه؟ انت بتغير منه ولا ايه يا ده رمزي؟
بس يا دولة يعني الكلب ده مش احسن مني في حاجه يعني. طب ما انا بحرس البازار زيه بالظبط يا دولة. لا مش زيه بالظبط، هو بيحرس البازار بس انت بتحرس البازار وبتكسر التماثيل. ايوه بكسرها عشان بفك النحسه، هي ما بتبقاش عايزه تتباع. انا مش فاهم انت جاي تهبب ايه، عايز ايه؟ عايز ايه؟ ولا حته. امرنا معلم رمزي. لو سمحت عايز كوبايه شاي تاني يعني على حساب دولة حبيبي. انا ايه ولا ما انت لسه شارب الشاي بتاعي. اديك قلت اهو بتاعي يعني، انا لسه ما طلبتش حاجه. يا سلام. اتفضل يا باشا. شكرا يا لحيت. هات حته. ايه ده ايه ده ايه ده، انت هتاخد الشاي بتاعي؟ بتاعك ايه يالا، الشاي ده بتاعي انا يالا. بس بس مش عايز اي دوشه. لا مؤاخذه يا باشا، البس صغير ده بقى مش هنجيب له بقى يعني كراويه حلبه ينسون شويه عصير عظم. ولو باشا بيشتغل بالحجاره ده ولا مش بالاكل ولا ايه؟ يا ظريف، ده كلب زميلك ده. ايه ده دوله، ده كلب زميلك ولا كلب بوليسي؟ بص ده اصلا كان قطه واخد بالك، بس عمل عمليه تجميل لانه كان رافض الجنس بتاعه ده، فبقى دلوقتي كلب يعني ما شاء الله. يا اتريني يا دوله، كل ما اضربه يقعد يناونو. امال ايه بيناونو ده؟ وبعدين انت لابس اللبس بتاعه اللي عليه رسم الكلاب ولا ايه؟ لا دوله ده اللبس بتاعه دوله. يا باين عليك بتحب الكلب ده يا استاذ عادل. اه طبعا لازم احبه يعني، ده برضه روح يعني. طب يا باشا طالما يعني غالي عندك قوي كده ما تعالجه. اعالجه ازاي يعني؟ اعالجه فين؟ اوديه لدكتور نفساني؟ اوديه للدكتور مجد الديل. ايه مجد الديل ده؟ يعني مدام ديل يبقى اكيد بيعالج حيوانات يعني؟ لا ده حكايته حكايه يا باشا، مجد الديل ده هو صغير عضه كلب فراح المستشفى قعد 15 سنه هناك فبقى تخصص علاج الكلاب. ايه ده ايه ده ايه ده؟ طب ما انا وانا صغير دول عضني كلب عادي يعني. اكيد طبعا الكلب خد 21 حقنه. ايه ده دول انت شرفك؟ يا ابني ما انا عارف، ما دي امراض بتتنقل للكلاب. المهم معاك العنوان بتاع الدكتور ده؟ اه طبعا يا باشا معايا. طيب حلوة. ايه 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 هتعمل ايه؟ هتدلق المية على الكلب؟ لا بس كانت هتقع. كانت هتقع. ادخل. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا، احب اعرفك بنفسي، انا الدكتور مجد الديل، اخصائي في علاج الكلاب اللولو والجرفون، ماجستير في علاج كلاب الصيد، دكتوراه في علاج كلاب الحراسة، وزميل كلية الكلب البوليسي، وعضو الجمعية الدولية لكلب البحر. اكيد بقى موضوع كلب البحر ده حضرتك ما بتصيف يعني ما بتضيعش وقت تعالج كلب البحر برضو يعني. حضرتك تقدر تعتبرني ملزمة، ملزمة في علاج كل انواع الكلاب الاليفة. يا سلام. طيب حضرتك يعني احنا عندنا مشكله في الكلب بتاعنا ان شاء الله. معاك روشيتا؟ اه اتفضل هي يا حضرتك. اه كشف باسم الكلب سوني. خير، بيشتكي من ايه ده؟ لا يا دكتور مش ده اللي عيان حضرتك. وايش عرفك انت؟ انت دكتور؟ ده عيان وحالته متاخره كمان. ايوه حضرتك انا واثق ان حالته متاخره، بس ده ان شاء الله هيحتاج علاج طويل او حالته ميؤوس منها خالص، لكن اللي معايا ده هو اللي حالته ممكن يبقى فيها امل اهو. اتفرج حضرتك. ياه ده حالته صعبه خالص. طمني يا دكتور عنده ايه بالظبط حضرتك؟ للاسف الكلب عنده كرومبولي على المخ، واحتمال نعمل له عمليه نقل مخ. نقل مخ؟ لا بقول لك ايه يا دوله بقى، ما تقعدش تبص لي يا عم، انا مخي بقى مش هيتنقل لحته تانية يا دوله، انا مش ناقص. وبعدين يا دوله انا سمعت ان نقل الاعضاء حرام. لا يلا نقل الاعضاء لما بيكونوا في نادي ولا حاجه هو ده اللي غلط، لكن نقل الاعضاء من حيوان لحيوان ده عادي يا ابني. طب بص يا دوله ايه رايك ننقل مخ القطه دي للكلب ده؟ لا ساعتها يبقى كلب مقطقط. غلط غلط. لا يا دوله ما ساعتها برضه هيبقى مخ الكلب ده في القطه دي. ساعتها هتبقى قطه بنت كلب. لا لا ما ينفعش ما ينفعش، انت مخك ناخده ننقله الكلب ونخلص بقى. طب وهيبقى ايه بقى ساعتها؟ هيبقى كلب مخه جزمه. ايه رايك؟ من الواضح ان الكلب تعرض لضغوط نفسيه شديده الشده اثرت على عقليته الباطنه، وطبعا اثرت على وظايفه الحيويه اللي بالتالي هي الكلاوي والكبده والمخ. يا سلام، كلاوي وكبده ومخ، جوعتنا والله يا دكتور. للاسف الكلب جاله شلل دماغي تام وفقد القدره على الهوهوه. اختصر يا دكتور ديل وقول ان هو مات يعني. لا لسه في امل، بس انا عايز اسالك سؤال، الكلب ده كان قاعد مع مين اليومين اللي فاتوا؟ اوف ايه اوف ايه، كان قاعد مع ده حضرتك يعني. انا عارف طبعا ان رمزي من سلاله تانية، بس ما كانش قدامي غير ان انا قاعد اتنين مع بعض. طب انت بقى دوله بقى ليه ما قلتش للدكتور ديل على الاطاد اللي انت بتتهدوني دول، ومدي اجر للكلب دون قد الاجر بتاعي؟ اه النفسانه ابتدت تظهر.
عموما انت مشكلتك النفسية دي هنعالجها بعدين، نبقى نقطع لك كشف ونجيبك للدكتور ديل. النهاردة احنا في مشكلة القلب. الحل ايه يا دكتور؟ الحل ان الكلب ده اتعامل معاملة سيئة ومش حاسس بالاضطهاد، وفي حد حطه في دماغه. انت هتفضل مقضيها هف هف ولا ايه؟ ما انا عارف مين اللي حطه في دماغه. نعمل ايه يعني يا دكتور؟ حياته تتغير. هتنفض الكلب؟ انا ما كنتش اعرف ان انت غلاوي قوي كده يا رمزي. ايوه دوله بقى، لان انت بتحب الكلب دون اكتر مني يا دوله بقى، لدرجه اني حسيت بالتفرطه العنصريه. التفرطه العنصريه؟ ماشي يا رمزي، انت عملت ايه في الكلب بالظبط يا دولة؟ بص بقى دوله، انت كنت كده وان كنت بتديني 2 جنيه ونص اجيب لي انا وهو لانش ناكله انا وهو سوا. قلت عادي يعني، من يومين كده وان قلت لي لا يا رمزي هات له هو بجنيه ونص وانت بجنيه رمزي وكل واحد في ورقه لوحده، بتخونني. لا وفيها ايه دي يعني؟ معادي؟ لا يا دوله بقى مش عادي، انا بقى رديت لك الصاغ بقى صاغين بقى يا دوله. قمت انا جايب لي انا بجنيه ونص لانشون كلته كله لوحدي، وجايب له هو بجنيه واحد بس لانشون، واللي فاض منه كلته كمان. انا مش هقدر طبعا يا رمزي انزل لعقليتك، لكن اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه؟ حرام عليك، جبت للكلب شلل في لسانه. بص بقى دوله بقى، انت ابن عمي وحبيبي وكل حاجه، بس بقى اللي اوله شرط اخره نور، يا انا يا الكلب ده في البازار. يا سلام الكلب، اتكل على الله. لا دول انا اسف يا دول، انا كنت بهزر يا دول، والله كنت بهزر، ما تقطعش عيش يا دول والنبي. ايوه كده اتعدل. عموما الكلب ده هعينه مدير عام للبازار، وانت هتبقى شغال عنده. الكلب ده بقى هز ديله يمين تروح يمين، هز ديله شمال تروح شمال، سامع؟ ماشي يا دول. طب افرض بقى الكلب ده فرح بقى وقعد يهز بقى ديله شمال ويمين، اعمل ايه؟ تفضل رايح شمال ويمين شمال ويمين لغايه اما تدوخ ونخلص منك. يا دول بقى هو ما بيبص ما بيتحركش اصلا. انت عملت فيه ايه؟ ما بيتحركش. بص انت بتعقده بتعمله صوت قطه. ماشي اتكل على الله، روح هات له كوكتيل عشان يفوق كده. ايه طب وانا دول؟ وانت ايه؟ انت هتعمل دماغك بدماغ الكلب؟ اتكل على الله هات الكوكتيل. ماشي 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 ماشي. معلش معلش معلش. كلب صباح الخير. اهلا اهلا، ازيك يا خواجه؟ اتفضل اتفضل. ايه ده؟ انت عندك نوع من الكلاب دي؟ لا بس الكلب ده مش بتاعي، ده واحدة سايباه عندي لمدة اسبوع، لكن لو عايز اي كلاب تانية عندي مثلا تماثيل كلاب فرعوني، وعندي برديات فيها رسومات كلاب فرعوني زي ما انت عايز. لا تمثال ايه؟ مش ممكن، ايه الصدفة دي؟ يا حضرتك موعد الكلب ده هنا في البازار ولا ايه؟ بص يا حبيبي، انت عارف ان انا عندي مزرعة من الكلاب، وعندي كلبة اسمها ريتا، وبدور لها العريس من سلالتها. بتدور لها على العريس على اساس اخطب لكلبتك وما تخطبش لكلبك يعني؟ والصدفه ان ريتا في مصر دلوقتي في شرم شيخ. ايوه جميل، اهلا وسهلا بيها يا سيدي، بس مش هينفع يعني حضرتك. ارجوك. لا حضرتك مش هينفع خالص بجد، الاصل دي مسؤوليه، ما ينفعش ان انا اجوزها من غير ما اهله يعرفوا يعني. هو يوم واحد هاخد الكلب اجوزه لريتا وارجعه لك تاني. اسف مش هينفع خالص، معلش يا خواجه. هديك 500 دولار إيجار يوم واحد. 500 دولار إيجار يوم واحد للكلب اتجوزه لريتا؟ حضرتك أنا ممكن أشهد على العقد يعني. يا سلام، 1000 جنيه رعاية و500 دولار جواز، ده كده الكلب ده جاي من وراه مصلحة مية مية. حلوة قوي 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 يا دولة، الله عليك يا عم. بقولك يا دولة ما تنساش بقى ابو الرماميز ابن عمك، ها عزمني بقى على كوكتيل فواكه البحر. كوكتيل فواكه البحر؟ اي زفارة جاي فيها انت وخلاص. يا راني ايه ايه باكي نام، صاحبة الكلب جاية تاخده النهاردة؟ هو دلوقتي مش معادها بكرة؟ ماشي ماشي خلاص، انا هجيب الكلب واجي. حاضر ماشي، سلام سلام. لازم اكلم خوليو بقى عشان يرجع الكلب ده، مصيبة سودة. لا يا دولة لا، اوعى تعمل كده يا دولة، لا يعني تأكلن على الكلب في يوم فرحه يا دولة يعني. طبعا صعبان عليك، ما هو جنس واحد طبعا. يا دولة ايه؟ لا لا بقول لك ايه، ما تفكرش في لا 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 لا، لف 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 يا دول، لف كده ديل صغير. ماشي لف كده. اعمل لي صوت كلب كده. لا ما انا مش مصدقه نفسي ان بعد الفتره دي هشوف البابي بتاعي. يا سلام، فعلا الضنا غالي فعلا. انتوا مش متصورين هو وحشني قد ايه، يا ترى شكل اللقاء هيكون ايه؟ يا سلام
ربنا يخليكوا لبعض وما يحرمكوش من بعض ابدا. انتي عادل فين الكلب يا عادل؟ الكلب مفروض على وصول، انا مش فاهم ايه اللي اخر رمز الغبي ده. ايدك يا عادل، لو الكلب ما جاش دلوقتي مش هناخد بقيه فلوسنا. انا حاسه يا طن ان ممكن يغمى عليا لما اشوفه، لولا ان الفيزا بتاعته اتاخرت كان زمانه معايا هناك في مالطا. شوف الدنيا يا عيني. معلش حبيبتي معلش، بس انا بقى مبسوطه جدا من الفيس في النص بتاعك للكلب ده. ربنا يخليكوا لبعض. عادل الكلب فين؟ انا مررت تحت دفئه وهيجي لي النقطه. بابا هو الكلب لسه عيان؟ عيان؟ البوبي بتاعي عيان؟ لا انا كان قلبي حاسس. عملتوا ايه يا رانيا في الكلب بتاعي؟ لا 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 ما عملناش اي حاجه، كل خير ان شاء الله. ده هو عطس عطسه كده وقلنا له الف سلامه ليك، وادينا له بس فيتامين سي كده فبقى تمام الحمد لله، وعارفه صحته ردت وقعدته في البازار وبقى زي الفل ما تلاقيش خالص. اهو اهو دولا حبيبي دولا. ولا في كلب يالا جاي يا دولا اهو. ادخل ايها الكلب. ايه رايك يا معلم؟ معلم ايه يخرب بيتك اللي انت جايبه ده؟ انا قلت لك عايز كلب قد اللي كان عندنا، جايب لنا واحد قده 20 مره يغضي. ايوه دولا، ما انا قلت بقى نقي واحد كبير بقى. هو في ايه؟ اوعى تقول الكلب بتاعي وصل. وصراحه وصل. ايه ده؟ هو شكله اتغير كده ليه؟ هو بقى ضخم ازاي؟ بصي حضرتك، عشان تبقي واثقة ان احنا اهتمينا جدا بالكلب بتاع حضرتك، فاحنا اكلناه كتير جدا زي ما انت شايفة، وشربناه كتير جدا، ولعلمك رمزي ده كان عنده اربع رجلين، بس هو كان رجلين منهم يعني، وقعدناه في الشمس فلونه بعد ما كان ابيض بقى اصفر فاسود وكده يعني. انا مش عارفة اقولكوا ايه، انا متشكرة قوي. ودول 200 جنيه زيادة. معقولة؟ معقولة؟ تفضلي. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. باي باي. البت دي هبلة دي، مش عارفة الفرق ما بين الكلب اللي قد كده والقد كده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا رانيا جهزت الغدا؟ على ما تغسل ايدك هيبقى على السفره. طيب بسرعه عشان عايز ارجع البازار تاني. طب خلنا ايه النهارده؟ شوربه عدس بالبشاميل. شوربه عدس بالبشاميل؟ ده ايه العك ده؟ عدس عدس يا بيبي، مش عك عدس. ده انا حاطه لك في العدس ده شعريه بالبشاميل بحبيبات البازلاء، وهيبقى الطعم مختلف. انا لو منك اجيب سندوتشين من بره، ده انا حطيت المعلقه في السلطانيه ساحت. يا حماسي يا حبيبتي، انا حاطه في العدس بايكربونات الصوديوم علشان تقتل اي جراثيم موجوده في المعده. يا جماعه يا جماعه، حد يطبخ ويخلصنا بقى من الاطعمه الفاسده دي. انا اعمل لك ايه؟ مراتك محرجه علينا نخش المطبخ عشان تعك بمزاجها. يو من فضلكم بقى يا وش يا وش على بنوتي، يعني انا اول ما اتجوزت انا كنت بطبخ الطبيخ الكومبلونشي ده، لكن بعد كده بعد فتره صغننه اتعلمت. فتره ايه؟ ده انا متجوز بقى لي 10 سنين. كل حاجه دوق يا حبيبي، دوق سنعه ايديا وهتقولي ان انت دوقت حاجه فظيعه وما حصلتش. ايوه بس يعني هاكل الشوربه دي بالشوكه ازاي؟ ما هو يا حبيبي ده اصله اكل بنجلاديشي ذو سمعه طيبه وليه طريقه اكل. خد اتفضل. هاكل بكتالوج؟ يا نهار اسود. لا 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 لا، انا هاكل بطريقتي انا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. انا سرعت. في ايه يا عادل مالك؟ اغرب طعم دخل بقي في خلال رحله حياتي. يا ابني هين قرشك ولا تهين بطنك، اطلع بره وكل. مش معقول بجد، مش معقول بقى كده يعني. اكيدي هو ناقص شويه ملح شويه فلفل شويه رحمه بقى. يوه، هو انتوا مفيش حد فيكم فاهمني خالص يا جماعه؟ في حاجه اسمها الاكل الكيفي والاكل الكمي. بصي وفي حاجه اسمها لا تطبخي يا رانيا ولا عايزين ناكل منك اكل بقى. يا عادل يا عادل افهمني الله يخليك. هو مش في لعيبه كوره جامدين جدا جدا بيلعبوا كويس قوي في الملعب الكبير، ولما بيجوا يلعبوا في الخماسيات بتاعتهم بيعكوا ما بيعرفوش يلعبوا؟ انت ايش عرفك باللعيبه اصلا؟ اللعيب لعيب في اي حته يا هانم. لا طبعا انا اعرف اطبخ، بس لما تبقى الاحجام غزيره. دي حجه البليد. حجه البليد ايه؟ لا مفيش بليد ولا حاجه، كل الحكايه بس ان انا النسب، في حاجه اسمها النسب، انا نسبي لازم تبقى فخمه عشان اعرف ابدع.
ها واضح ان انا مش هعرف اكل في بيتنا خالص، وكتالوج جايبهولي حضرتك عشان اكل بالشوربه. انا عودا سريعا ان شاء الله لاكل الشارع. منك لله يا رانيا. سلام عليكم. سلام عليكم. يا جماعه هناكل ايه؟ يعني هناكل ايه؟ مفيش غير مطعم مد ايدك، وده اكله كله طعم واحد، الفراخ زي السمك. يعني الفراخ بتلاقوا فيها شوكولا ليه؟ بصراحه مهرجه عنده حق، الواحد مصريين بيشفت من الاكل اللي بره. الواحد نفسه في اكله بيتي كده يرم العظم واللحم. طب ما بتروحوش تاكلوا في بيوتكم ليه؟ المشوار بعيد والدنيا زحمه، ولو روحت اذ ربما انا انتخ وما ارجعش تاني، ولا غلط؟ لا مش غلط. طيب شوفوا بقى هتاكلونا ايه النهارده. الله، انت مش قلت رايح اتغدى وجاي؟ والله يعني انا صراحه بعد ما روحت يعني قلت مش معقوله اسيب المعلم مهرجه والمعلم تيتي ياكلوا لوحدهم، لازم اكل معاهم يعني. طب ما تجيب حاجه من البيت ونشاركك فيها. الصراحه يعني يا معلمين انا مش عايز اخسركم يعني. خد يا تيتي 50 جنيه عايز اي حاجه. ايه ده؟ اي حاجه ب 50 جنيه؟ النفر مننا بيصرف 50 جنيه في الاكل بره. حسبتها مع نفسي لقيت نفسي باكل ب 1500 جنيه في الشهر. 1500 جنيه؟ يا نهار ابيض، ده مبلغ ضخم جدا. وانا شارحه وكل المعلمين المستنيين الاكل دول كده برضه. انت بس اللي مش حاسس عشان بيتكم خطوتين من هنا. هو قريب زي بعيد يعني ما تفرقش يعني، بس عموما اللي يشوف بلوت غيره تهون عليه بلوته. مفيش واحد قريبه ونفسها حلو تعمل لنا اكل بيتي زي ام دهب الله يرحمها. من طاجن الباميه باللحم الضاني بتاعها ده. ام دهب و1500 جنيه في الشهر، ده اكيد كانت محوشه دهب. 1500 جنيه في 10 انفار يساوي 15000 جنيه. 15000؟ ايه دول؟ انت بعت الموبايل بتاعك ولا ايه؟ الموبايل بتاعي هبيعه ب 15000 جنيه؟ دي دراسه جدوى يا غبي. جدول ايه بس يا دولا اللي انتوا بتدرسوه ده؟ جدول الضرب ده بقى على فكره ما منوش اي فايده، يعني مثلا يقول لك 9 في 5. طب يا دولا يعني ازاي يعني التسعه الكبيره دي نضربها في الخمسه الزغنطيطه المدوره دي؟ مش حرام دي؟ انت صعبان عليك ان الخمسه صغيره والتسعه كبيره. طب 5 في 0 بكام يا رمزي؟ 5 و0 50. الحمد لله ان انا ما مسكتكش في الحسابات، تقعد ساكت بقى. طب دولا يعني ما قلتليش انت ناوي تعمل ايه؟ مسكتك الكنكولوليتور ديان على فكرة معناها انك هتتصل بحد. الكنكولوليتور ده انت عمرك ما استعملته قبل كده يا رمزي؟ لا يا دولة، ده انا ياما رنيت منه. رنيت منه. بص يا رمزي انا مش هعافر معاك يعني، انا عايز افهمك حاجة، انت برضو يعني ابن عمي، واذ ربما حد يفتكر انك ذكي يعني. انا بفكر في مشروع يعني، عارف انت الجماعة اللي هم اصحاب المحلات اللي حوالينا طول الاسبوع بيقعدوا ياكلوا من المحلات اللي في الشارع وبيدفعوا فلوس كتيرة جدا. فلوس دي بقى مين اولى بيها؟ يالا عيالهم طبعا، دول اولى بيها بدل اكلهم وصرمحتهم في الشوارع كده. يالا عيالهم، احنا مالنا ومال عيالهم؟ احنا اللي اولى بالفلوس دي. يالا انا قررت اعمل مشروع جديد. ايوه كده بقى يا عم، بقى ريحنا كده ونقوم قافلين بقى البازار وجايبين ضرافو علشان بقى التماثيل اللي بيقعدوا يتخانقوا ويدوشوني يا دول بالليل. بالليل ايه؟ انت لا فاهم اللي انا بقوله ولا فاهم اللي انت بتقوله. عايز تجيب طرف البازار وخلاص؟ لا يا غبي، انا المشروع اللي انا بفكر فيه ده يا رمزي عايز اعمله جنب البازار. الله يا دولة. طب وانا بقى يا عم هعمل ايه؟ انت ليك دور جامد قوي. يلا هشتري لك عجله هتوصل عليها الطلبات للناس. الله يا دولة، الله يا حبيبي يا ابن عمي. الله، انا بقى يا دولة هركب بقى العجله دي على من ايطاليا كده هون، واعمل كرانيش للبتاع العجل بتاعهم دولت دولة، وهجيب بقى النمر بتاعه العربيه اللي انا سرقتها اللي بتقف قدام البازار بره دي، واقوم ركبها في البسكريت. انت سرقت نمر بتاعه عربيه كانت واقفه قدام البازار؟ العربيه دي لونها ايه؟ لونها اصفر. والعربيه اللي انا كل يوم بقول لك روح اغسلها لونها ايه؟ بتاعتي اصفر. وبتقف فين عربيتي؟ قدام البازار يا دول. تقف قدام البازار. سؤال تاني كمان. عارف ده ايه ده؟ ده كرباج يا دول. ده كرباج. بيستعمل ايه الكرباج ده؟ بنضرب بيه الحيوانات. الحيوانات اللي بتسرق نمر بتاعت عربيتي. تسرق نمر عربيتي؟ والله يا دول مش قصدك. مش قصدك. مش قصدك تسرق؟ مش قصدك. لا يا دول، لا يا دول، والنبي لا يا دول. ده انا بهدلك. سرقت كام نمر يا؟ هي نمره واحده كل يوم بسرقها مرتين. عادل فكرة
العظيم الحمد لله يا رب، اخيرا لقيت الفكره اللي هتخليني ابرز مواهبي المدفونه الفطريه. رانيا حبيبتي معلش انا هعتمد ان انا اهمش دورك خالص، النجاح بتاع المشروع ده بيعتمد ان انت ما تمديش ايدك في الاكل، انت هتبقي صبي سادس بعد ياسمين اصلا يعني. ومين اللي هيكون الكوماندانو؟ انا؟ لا حماتي، لكن في الخطة إن شاء الله، يعني أنا بفكر إن شاء الله أفتح مشروع في فرنسا، أنت اللي تمسكي بقى المشروع وتبقي الكوماندا في فرنسا، لأن سمعت إن الجماعة أصحاب المحلات اللي في شارع الشانزليزيه بياكلوا طول الوقت من الشارع، نبقى نورد لهم يعني. تري جونتي يا عادل، مش معقول إن أنت عارف إمكانياتي كويس خالص. يعني دلوقتي مين هيبقى الشيف؟ ماما طبعاً، حيث بقى الملوخية بالأرانب بقى بالدقية بتاعتها باللحمة المفرومة بالمسقعة بالإيه؟ تسلم لي يا حبيبي، يعني حظر التجول على المطبخ خلاص اتشال. بابا طب أنا هعمل إيه؟ أنت يا ياسمين يا حبيبتي بقى هتعملي حاجتين، أول حاجة هتقطفي الملوخية، دي سهلة عبيطة قوي. تاني حاجة بقى يا حبيبتي هتعملي إيه؟ هتدوقي الأكل، لأن حاسة التذوق اللي عندك ما باظتش من أكل ماما زينا كلنا. طب قولي بقى هتدفع لنا كام؟ أنا لسه ما عملتش دراسة كاملة يعني، سيبوني وبعد كده هقدر كل واحدة حسب مجهودها هديها كام. بالنسبة لك أنت بقى يا رانيا أعتقد إن أنت مش هيبقى لك أجر، يعني أنت هتعتمدي على التبس اللي هيجي من الزباين. إيه عادل الظلم اللي أنت فيه ده يا أخي؟ بقى حرام عليك، اديني فرصتي بقى أبرز مواهبي. طب أقول لك سيبني أعمل الحلو. الحلو إيه؟ بصي المشروع ده ما فيهوش حلو، والمشروع ده كله وحش وخلاص. بص يا عادل بقى، أنا سيبني أعمل الديكوريشن بتاع الديشز. الديكوريشن ده هسيبك تعمليه، الدش احنا مش هنعمله دلوقتي لأن مش في دماغنا نعمل إعلانات فضائية خالص. عادل أنا كلمتي لازم تكون مسموعة بما إني أنا الكوماندوس. حاضر يا كوماندوس، أنت كلمتك مسموعة، أي واحدة فيهم ما تسمعش كلامك يا ماما قوليلي وأنا هخصم، وشوف الخصم هيبقى شكله إيه. طبعاً موافقين، حد يطول يلاقي طبيخ بيتي وقول لأ. بس نطلبه يتعمل لنا، إذ ربما نطلب القاس يتعمل لي القاس، أطلب كباب حلة يجي لي كباب حلة، دقية بامية تتحفني بدقية بامية، ولا غلط؟ جوعتنا تيتي. بص يا جماعة أنا معاكم، وأي أكل أنتوا عايزينه أنا تحت أمركم يعني، بس أنا لازم أحاسب بالشهر عشان أعرف بقى أظبط مخزني وأظبط مطبخي. بصراحة انا في قلبي ذره شك في مستوى مطبخ الجماعه بتوعك دول. لا 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 لا، اوعى تفكر او تشك اللحظه، اسال اهو المعلم تيتي. فاكر يا معلم تيتي اما عزمتك عندي مره واكلتك ملوخيه بالارانب؟ فاكر ده كان من فتره قبل الجواز. طبعا فاكر، الكلام ده كان من 10 سنين وكان يوم خميس الساعه 8 الظهر. ده لسه طعم الملوخيه في بقي. ايه ده انت من ساعتها ما غسلتش بقك؟ الله اكبر، انا ما شكش في بقي تيتي ولا مزاجه في الاكل. بص يا جماعه انا عامل الموضوع ده يعني خدمه ليك، ولو مش عايزين بلاش. هتدفعنا كام؟ زي ما بتدفعوا في المطعم بتاع مدي ايدك ده بالظبط، بس ساعتها بقى لما تدوقوا الاكل مش هتخلوا حد يمدي ايده معاكوا. وانا هدفع اشتراك 6 اشهر. وانا كمان. وانا كمان. وانا كمان. انت بقى بصي بقى يا ماما، بما ان انت قائده فانا اتفقت مع الترزي هيجيب لبس لكل الناس، كلكم هتلبسوا اللبس ده. لا انا مش هلبس زيهم، انا الكوماندوس. طبعا يا ماما عشان انت الكوماندوس فلازم تبقي مميزه، عشان كده جبت لك طرطور احمر، هم طراطير بيضه كلهم. والفلوس انا مش هاخد زيهم. طبعا يا ماما، انت هديكي 2000 جنيه كل شهر، ال 2000 جنيه دي بقى تتصرفي منهم، تديهم مرتبات كل واحده على حسب مجهود. عارف انا همشيهم على العجين ما يلخبطوش. ولازم تفتحي عينيك يا ماما. أيوة. ماشي، البضاعه اللي انا بجيبها تراجعي عليها اول باول عشان المال السايب يعلم السرقه، انت عارفه. أيوة طبعا. ايوه دول يا حبيبي. عايز ايه؟ انت مين اللي انت طالبه يا عم؟ ادخل يا محمود. تعالى يا محمد. يا دول كله تمام؟ ايه جبت كل حاجه؟ كله 100 دول عندك اهو. يا جماعة بعد إذنكم محدش يمد إيده على أي حاجة لما راجع، بس استنوا محدش يمد إيده على حاجة. قول لي إيه اللي جبته بالظبط؟ أهو دول كل اللي أنت عايزه، عدد واحد شكارة رز فقط لا غير بتاريخ 2/4 اللي هو النهاردة، قد تم إحضاره لتو. إحنا شايفين إنه تم إحضاره، هل لديك أشياء أخرى؟ يا دول، وعندك كمان فخدتين على كتفك يا دول. حسدتهم أنت يا دول. ماشي، سيبك. كندوز احمر فقط لا غير
وخمسة أكياس ملح قابل للنفاذ، كرتونة مكرونة دولة فرط، وثلاث صفائح سمنة بلدي. صفيحة واحدة، أنت هتخنصر من أولها؟ ماشي، صفيحة واحدة فقط لا غير، سمنة بلدي وشريط كاسيت يا دولة. شريط كاسيت جايبه ليه؟ عشان تسجل الوارد يا دولة. يخرب بيتك، هسجل الوارد على الشريط. هات مش دي البيانات كلها، ظبط ثلاث صفائح تبقى صفيحة واحدة. ماما اتفضلي امضيلي. ايه ده؟ ايه ده؟ هتمضي امك؟ امال ايه؟ ده لو امي امضيها، امال ايه؟ يلا هات هات. واي حاجه تنقص انت حره، هبلغ فيكي. عايزك تركز معايا يا رمزي، العلبتين دول واحده فيها عكاوي وواحده فيها كوارع، دول بتوع المعلم تيتي ولا غلط؟ ها؟ حاضر يا دوله. بقول لك يا دوله، ما كفايه عليه علبه واحده يا عم، هو هياكل علبتين؟ يا غبي يا غبي، احنا بنبيع مش بنشتري. يا دوله، طب اذا كان بقى كده يا عم احنا نديله 10. انت بتفكر ليه؟ انا قلت لك فكر، بتفكر ليه؟ انت تنفذ اللي انا بطلبه منك وخلاص. طيب انا اسف يا دوله. واحد عايز علبتين اديله 10 ليه؟ انت مالك؟ انا اسف يا دوله. ايه كمان عندك بقى يا سيدي؟ في عندك التلات علب دول اهو، 1 2 3 دول بتوع المعلم مهرجه، واحده فيها مكرونه والتانية فيها باميه والثالثه فيها سمك. ماشي. انا مش فاهم، حد ياكل سمك مع باميه؟ غبي غبي يا دوله. ما هو لولا اختلاف الاطعمه لفسدت الالسنه. الله على اللسان اللي بيقول حكم. انا نفسي اللسان ده اشده كده واعمل لاي حد مثلا ايه كوارع باللسان بتاع حاجه كده. عندك بقى يا سيدي العلبتين دول بتوع المعلم عمرو بركات، والعلبتين دول بتوع المعلم طارق الشورى، وعندك العلبتين دول بتوع المعلم احمد جمال. ها ماشي يا دوله. حبايبي دوله يا دوله، هتوديهم وترجع لي على طول تاخد الطلبيه اللي بعد كده. ماشي يا دوله. طب وانا بقى يا عم بقى فين علبتي؟ يا ده علبه ايه؟ يلا انت مش اساسا مستكتر الاكل ده على الزباين؟ خلاص اللي يفضل منهم خدوا ليك يا ده رمزي. ماشي يا دولة. يلا بسرعة بسرعة. صح يا دولة، صح. فريرة يا دولة، فريرة فريرة. ده إذا كان المعلم تيتي لوحده يا عم اديلك 500. مساء الخير، أنا طلع الشيل تاني صاحب مطعم، مد إيدك. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. وحضرتك مديت إيدك بقى ولا لسه؟ ده تلاقيه يا دولة هيمد إيده ويلحق من الشحاتين. أهلا مؤاخذة، أهلا مؤاخذة يا أستاذ صلعت، اتفضل حضرتك اتفضل. إيش الواد رمزي بيحب يقول؟ قول 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 قول. حضرتك منور يعني، عموما يعني ما تزعلش، دي قضية بسيطة جدا. وبعدين لعلم حضرتك يعني، خدها مني نصيحة، يا ريت أنت بقى تقفل المطعم بتاع مد إيدك ده وتقعد في بيتكو، وتكلمني بالتليفون أبعت لك على طول الأكل اللي أنت عايزه. هتلاقيني بالبسكليتة عند بيتك بالدرجل. أنتوا كده بتضربوني في أكل عيشي. معلش يا استاذ صلعت، حضرتك دي مش بايدينا يعني، البقاء للاجمل والاطعم والالذ. الالذ الالذ. ما تفرحش قوي يا استاذ عادل، السوق يا ما هنا ويا ما هناك. وزي ما نصحتني انا كمان هنصحك. يا عم بدل ما تنصحنا روح انصح انت نفسك، يعني انت المطعم عندك بينش. بس يا رمزي رمزي، احنا لازم يبقى عندنا روح رياضيه، وخصوصا الاستاذ مش ده اللي بيطلع في الاعلانات بتاعه الفراخ في التلفزيون. يا دوله. وحتى دي من انفلونزا الطيور. عندك ترخيص صحه؟ الصحه بومبو الحمد لله. عندك سجل تجاري؟ يا عم احنا ما تفرقش معانا الحاجات دي، احنا الحمد لله معانا فلوس كتير، يعني بدل ما يبقى عندنا سجل نشتري 10. طب ايه رايك يا استاذ عادل لو انت بقيت المعلم الكبير وانا اشتغل عندك؟ معلش يا استاذ صلعت، يعني صراحه سمعتك مش قد كده يعني. طيب انا اشتري منك. اشتري مني ايه؟ يعني اشتري منك كل شهر اكل ب20,000 جنيه، ابيعه في المطعم عندي وانت مكسبك هيبقى الضعف. طيب وحضرتك ليه يعني ما تعملش الاكل ده في المطعم عندك؟ يا دولة يمكن الانبوبه فضيت. الحقيقه يا استاذ عادل الشيفات اللي عندي مش في ربع مستوى الطباخين اللي عندك، انا دقت اكلهم وهنيك. اذا كان كده يعني معلش. اوكي ادي لسته بالطلبات اللي انا عايزها كل يوم، وبقى قائمه الاسعار بتاعتك. ماشي اوكي، ابعت لك كل يوم الطلبيه زي ما انت عايز. الفلوس بكره وكاش، كله كاش.
مع ألف سلامة، مع ألف سلامة يا أستاذ صلاح. ألف سلامة. أنست وشرفت. شفت يالا؟ أيوة دول، أنا عايزك يا دولا تجمد قلبك وتخش في الحديد يا عم، هو لو ما اشتريش منك في مليون واحد هيشتري منك. أنت اتعديت يالا ولا إيه؟ كده الطلبية كلها تمام، كباب الحلة فين؟ أهو يا دولا. حلو. فين أم علي؟ اللي جنبها. ماشي. ابو علي اللي جنبها يعني. اخت علي اهي. علي نفسه فين؟ اهو الاولاني ده دولا. متاكد؟ متاكد يا دولا. اوكي كده الطلبيه كلها تمام يا معلم. الحمد لله يا دولا. بس انا يا دولا دلوقتي انا هشيل الحاجات دي كلها ازاي على البسكليته دي؟ لا بسكليته ايه يا ابني، الاستاذ طلع بتاع مطعم مد ايدك ده هيجيب بقى معاه ناس يشيلوها اكيد، ومعاهم عربيه نص نق. اه الشغل وسع. عادل باشا، خلصت الطلبيه؟ طلبيه واحده بس، ده انا مخلص النهارده بتاع 20 طلبيه، اعمل لي بالميت النهارده بتاع 12000 جنيه. مش معقوله يا استاذ عادل كل يوم كده. لا لا لا، يوميا وساعات بيبقى اكتر من كده كمان. غلبان قوي استاذ طلعت، تلاقيه مثلا بيعمل ب 115 جنيه في اليوم ولا حاجه. اتفضل 5000 جنيه قيمه الطلبيه. اتفضل. 5000 جنيه ده اكبر مبلغ جاي لي يالا. 5000 مسكت متلبس ومعاك شريكة. متلبس ومعاك شريكة مين ده؟ انت مين حضرتك؟ شغال من غير ترخيص صحة، جبت لك واحد من الصحة. شغال من غير سجل تجاري، جبت لك واحد من السجلات. شغال من غير بطاقة ضريبية، جبت لك واحد من الضرايب. الضرايب؟ أيوة صح. ده هو يالا شكله اللي بيطلع في بتاع خلي بالك من مصلحتك اولا ده يالا. يا دولا يا الف شكر والله حضرتك، متشكرين قوي يعني. احنا والله يعني ما كناش عندنا وقت نروح نجيب الحاجات دي كلها، وخصوصا بقى في شغل كتير وفلوس جايه وفلوس رايحه. بيتك يخرب بيتك، انت مش فاهم يالا، انت عايز تحبسني تحبسني. خد 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 الفلوس دي، امسكوه هو حضرتك. اتفضل معايا. ليه كده بس يا عم شومان؟ ده احنا زملاء عيب يعني. حاضر. اتفضل معايا. حاضر. اتفضل. الله الله اتفضلوا. ايه ده؟ طب وانا مش هروح معاكو؟ ايوه حضرتك. حضرتك معاك الفلوس اهو. بص يعني هو اللي اتفضل معانا. اتفضل 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 حضرتك. اتفضل اتفضل. يلا الحمد لله مش اشكال المشروع يولع، المهم اني خلصت من رمزي. خلاص يا عادل، فلوسنا كلها راحت. الحمد لله الحمد لله، فلوس كلها راحت في الكفاله اللي اتدفعت دي. والله كانت ايام حلوه. خساره، كان عندي امل كبير مع الوقت اخد بوزيشن كبير قوي. ليه مش هقطف ملوخيه تاني؟ بس والله يا عادل الابارتمنت اللي حصل ده، انا سعيده جدا ان انت حاولت ان انت تنقذ العيله دي من الفلاس. حاول تفكر في فكره تانية تكون مضمونه وما تزعلش. مفيش حاجة تزعلني، الحاجة الوحيدة بس اللي مزعلاني إن أنا هضطر أرجع لأكل رانيا تاني. فكرتني. طب خالكوا النهاردة إيه بقى؟ أكيد طبعاً بقى يعني مكرونة خشبية مع مسامير تونة مثلاً. تونة أبوز الهند بالزبيب القليل. ولا رمزي؟ إيه دول؟ بقول لك ايه، خد تعال. عايزك تجيب لي من المخزن التمثال بتاع مخ مخرع اله الذكاء. لا يا دولا، انا بص اله الذكاء ده انا ما بحبوش يا دولا، بيقعد يبص لي بصات غريبه كده. اله الذكاء بيقعد يبص لك يا غبي يا غبي؟ طبعا انت بتعشق اله الغباء مخ مخرع. ده حبيبي ده يا دولا. مخ مخرع بقى اله الذكاء ده مطلوب مني، روح هاتهولي من المخزن على طول. ولعلمك اله الذكاء ده جدك يالا، المفروض كنت استفدت منه، اتعلمت منه اي حاجه يا غبي. يا عم لا، انا بص ما بحبوش بقى. بقول لك ايه يا دولا، هو اله الذكاء ده هو يعني هو اللي اخترع الشطرنج؟ يخرب بيتك، شطرنج يالا كان ايام الفراعنه يا عبيط يا هبل. لا طبعا ما كانوش لسه اخترعوه. مخمخرع ده بقى اللي هو اله الذكاء، هو اللي اخترع الكوتشينه. طب بقول لك يا دولا، هو مين بقى اللي اخترع الدومينه؟ الدومنة دي اللي اخترعها يا سيدي دبشرع. مين ده؟ دبشرع اخو جوهرياك واختهم بقى الصغيره اللي هي دوسه، بس دوسه دي كانت اختهم بس مش شقيقه، يعني اختهم من طاوله تانية.
يا دولة ده الواحد بقى كده هون يعني المفروض يحترم الفراعنة دولة قوي يعني علشان ده تلاقيهم بقى هما اللي أسسوا فكرة القهوة. رجعتني للتاريخ. يلا رمز الأصلي قري كتير جدا. هما اللي فعلا أسسوا موضوع القهوة ده بأمارة مثلا الإله شيشرع، وده برضو فكرنا بحجر يع. أمال إيه؟ روح يلا روح اجري تجري على الله. روح هات لي بسرعة التمثال اجري. ماشي يا دولة، الواحد بيستفيد كل يوم والتاني يا دولة. ما تستفدش، يلا اتكل على الله بسرعة. هذا رمزي. وقعتي إيه يلا يخرب بيتك؟ عادي يعني تمثال وقع عادي مش مشكله. خد يا دول اهو. وخد لقيت الكتايب دون جوه. ده ايه الكتاب ده؟ لقيته جوه في المخزن. الله الله الله، ده كتاب قديم كان عندي في المخزن. الكنوز الفرعونيه، ده اسم برنامج ده ولا ايه؟ كنوز الفرعونيه لمؤلفه ياقوت مرجان. الله الله الله، ده دي ايه ده؟ ده في خريطه. يلا خريطه. ارميه ارميه يا عم، تلاقيه كتاب جغرافيا. ارمي ايه؟ دي خريطة كنز، كنز طاعة الوالدين، الطريق إلى الكنز. الرموز والشفرات دي، الكنز يقدر ب 300 سبيكة ذهبية. إذا عثرت على الكنز هتعيش في نغنغة وعز. ابحث ابحث، خربش تكسب. إيه ده دولة؟ ده أنا خايف، أنا خايف يا دولة. خايف من إيه يلا؟ خايف من خريطة يلا؟ خريطة الكنز يعني ممكن فعلا لو دورنا ممكن نلاقي الكنز. لا ما تقولش. ما انا قلت يا ابني خلاص، وواضح ان الكنز ده موجود هنا هو في المخزن بتاع البازار، بس الرموز دي مين اللي حلاها؟ استنى كده يا عم، استنى 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 كده كده. استنى يلا، ده في كارت يلا. كارت على ورقة باردي. ياقوت مرجان خبير اول حفر وتنقيب وفك رموز، حاصل على دبلومة الكنوز الفرعونية من معهد الزلعة الذهبية. هو ياقوت مرجان ده اللي هيدلنا فين الكنز بالظبط. استنى كويس، في رقم موبايل ليه. ايوه جاي. احلى ثلاثة شاي على مية بيضاء يا استاذ عادل. شكرا. يعني انت متاكد ان ياقوت مرجان ده مات؟ بقول لحضرتك ده والدي، انا ذهب ياقوت مرجان. احمدك يا رب. وعلى كده بقى حضرتك يعني تعرف كلمه السر بتاعت مغاره علي بابا؟ اصل هم غيروها. ايه ده خارج من فيلم كرتون ده ولا ايه؟ بس يا بابا احنا بنتكلم عن كنز بجد. حضرتك يعني افهم من كلامك ان انت فعلا تقدر تلاقي لنا الكنز ده؟ يا استاذ دي مهنه انا وارثها ابا عن جد عن عم، مهنه تتوارثها الاجيال. زي مهنة الحمار كده يعني. شوف مش عايز ينسى مهنته ابدا. انت بتتكلم ليه حضرتك؟ يعني الكنز ده بالنسبة لك سهل يعني؟ انا كده هقوم امشي على فكرة. مش مهم يا عم، ما تتصعبش علينا قوي كده. انا هقوم امشي وبتاع، انت هتعمل لنا فيها خولي بتاع الكنوز. ولا ولا ولا، عيب يلا عيب يلا. احنا اسفين جدا يا باشمهندس، معلش انا بس كنا حابين يعني نطمن. احنا عيلة مشهورة بالذهب ابا عن جد، ايدينا في الذهب ابا عن جد. انا جدي هو اللي اكتشف كنز الملك قارون. ايه ده؟ ياه، اللي هو بتاع الفيوم ده كنز قارون. طب ولقيته المفتاح؟ انا كنت عارف يعني ان هو تايه. لا احنا فورنا الاقفال. فورت الاقفال؟ لا كده احنا اطمنا يعني، مدام بتعرفوا تصرفوا اطمنا حضرتك. طيب نتكلم بقى بشكل عملي، هنتحاسب ازاي؟ انا هاخد 10% من الكنز بس. 10% ولا تفرق معانا يعني؟ هو الكنز بتاعنا يعني؟ ده احنا نلاقيه لسه يعني. بس خلي بالك، أجرة الحفارين وسجايرهم وفطارهم والعدة عليك. دي الأجرة اللي عايزينها قبل ما يلاقوا الكنز. طب كام يعني؟ تخشينا في حدود كام؟ يعني حوالي 3-4000 جنيه، وانت وشطرتك في الفصال بقى مع العمال. 3-4000؟ لا خلاص مفيش مشكلة إن شاء الله، بس أهم حاجة ما يفشوش الأسرار، انت عارف الضرائب بعينيها مفتحة جامد يعني. يا أستاذ أنا جايب لك صفوة. الرقاصة؟ يا أستاذ أنا قصدي صفوة القوم في الشغلانة دي. جايب لك ابراهيم حفرة، عباس تحضيرة، سيد مطب ده علشان الطوارئ لو قابلنا تحت مسلح ولا حاجه نخش فيها كده. كل ده كوم، وعرق عبده ابليس لوحده كوم تاني. عبده ابليس؟ حضرتك مش شايف ان في تناقض بين عبده وبين ابليس؟ عبده ابليس ده علشان لو اتكعبلنا في لعنه واحنا بنحفر يخش يشيلها هو. بيبي انا
قريت في كتاب الأحجار الكريمة موضوع علمية هو إن المنطقة دي بالذات بتبقى خصبة جدا لنمو الكنوز. نمو الكنوز. أنا هضطر أوافقك يا رانيا لأن ما قداميش حل تاني صراحة يعني. يعني أنت عايز إيه يا عادل؟ بص يا ماما، أنا عايز في حدود مثلا 3-4 آلاف جنيه. أنت عارف يا عادل يا حبيبي يعني البير والكفر بتاعه. ده إيه الفرانكو قراب ده؟ بير والكفر بتاعه دي راي دي. المهم يعني يا حماتي هتعملي إيه يعني؟ هتدفعي ولا مش هتدفعي ولا إيه؟ طيب بصي يا أبي، لو اديتك الحلق بتاعي ولقيت الكنز هترجعهولي إيه؟ بصي بقى يا نجلاء، لو اديتيني الحلق هرجعهولك سبيكة 2.5 كيلو. لو مش عايزة مثلا أنا أوزنلك أوزني برا، وعشان لا أظلمك ولا تظلمين. أوكي خد يا أبي. ماشي، برافو عليك برافو عليك. خد يا عادل، إحنا مش هنسيبك في الزنقة دي. طب هترجعهم لي كام؟ هرجعهم لك يا ماما سبيكة ضخمة جدا، يعني مدام دول أكبر من دول يعني سبيكة 10 كيلو، وانت جوه بقى في إيه؟ في الحلة مثلا تسيحيها وتقطعي وتقسمي وتشكلي زي ما انت عايز. خد يا حبيبي. معلش يا عادل، انت زي ما انت شايف معديش غير فتلات، ممكن أديلك فلوس متسلية؟ متسلية إيه؟ حد بيحكي لهم حكاية يعني ولا إيه؟ لا يعني فلوس واحدة ورا واحدة كده. فلوس سايلة يعني. أيوة مظبوط كده. بس بص بقى، أنا عندي شهادات الفئة بتاعتها، فئة بتاعت أو. الفئة أو؟ دي فئة غريبة قوي، ده فصيل الدم. بس ماشي، اديني بس انت الشهادات دي وانا هتصرف ان شاء الله. بس يعني ما وعدكيش ان انا اديكي مثلا مبالغ ضخمة او اديكي مثلا من الكنوز حاجة ضخمة. اللي هديهولك ده يعتبر هدية مني ليك. طب افرض بقى الكنز ده ما تلاقاش. ايه يا بنتي، ده انا معايا اللي بيدور على الكنز اساسا، اسمه ذهب ياقوت مرجان. يعني لو ما لقيناش الكنز ممكن نسيحه ونرجع لكل واحد فلوسه. المهم انت بقى رانيا هتعملي ايه؟ انا يا بيبي هقدر ان شاء الله افيدك بمعلوماتي الفرعونيه الفاسده، يعني اقدر اقولك قيمه قطعه الذهب دي هتبقى قد ايه، جايه من اني حته، سبوع الملكه حتشبسوت الاول، عيد ميلاد البت الفرعونه الصغيره، كتب كتاب الملك مينا ال15 كده يعني. كتب كتاب الملك مينا. ماشي يا رانيا، ماشي، معلومات هتقوليها وخلاص. بس يا جماعة، أنا اللي بطلبه منكم دلوقتي بجد، أنا هبتدي حفر خلاص وهبتدي الاتفاق مع الناس اللي هيحفروا. اللي أنا طالبه ادعولي يا جماعة. يا رب يجعل لك في كل خطوة سبيكة يا رب. أهلا وسهلا. أهلا بيك علم دهبب. مال فين الرجال؟ أما الرجال على وصول أهم، وصلوا هم. اهلا وسهلا يا رجاله. اهلا وسهلا. منورين. اهلا وسهلا. منورين يا رجاله. اهلا وسهلا. ده ايه الحلاوه دي؟ اهلا بيكوا. وانا فتحت شكاره ولا ايه؟ رش شويه ميه هنا ادي حته الجو قلب يا عم، شكله هينطر يا دوله. اعرفكم، سيد مطب، ابراهيم حفره، عباس دحضيره، وده بقى عبده ابليس. عبده ابليس؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب ومعلم دهب هما شكلهم ليه معفر كده؟ احنا كنا بنخلص اساسات برج التجاره العالمي. برج التجاره العالمي بتاع امريكا؟ ده فيه خيارات كتير، ساعات، موبايلات، سناسن. سناسن دي اللي بتبقى اطول من السلاسل بشويه يعني. وانا رحت عملت له مطبات هوائيه حوالين البرج على اساس الطياره تترزع المطب من هنا تهدي اجبال. ده ايه الحلاوه؟ هو حضرتك بقى استاذ ابليس ايه؟ طيب يعني هنبتدي ازاي ولا عايزين ايه مثلا؟ الشغلانه بتاعتك دي بقى يا استاذ عادل هتاخد يومين، يا ريتك تعبن الرجاله بقى. حضرتك متاكد ان هما يومين بس؟ ايوه، ده كنز صغير مش مستاهل. لا خلاص، ما دام كنز صغير بالنسبه لكم يعني تحت امركم. ادي الفلوس اهي، حضرتك ادي لهم انت الفلوس. اتفضلوا على الشغل يا رجاله. يلا يلا، الهمه يا رجاله الهمه. بصوا يا رجاله، انا عايزكم تحفروا لي بقى على عمق 2 و9 سنتي. بقول لك ايه، ما تخليهم 2.5 متر عشان بقى يلاقوا كنز على طول، لان انا مش عايز ولا فرده حلق تضيع منها. يا استاذ عادل، يا استاذ عادل، ما ينفعش، دي احداثيات. معلش برضو حضرتك، يعني انا صاحب الكنز وليا راي برضو. ما تهدلنا شويه يا استاذ، انت هتطلع حريقه ليه؟ كل اعوذ برب الفلق. ايه الاخبار؟ لقيتوا ايه ولا عملتوا ايه؟ بتحفروا ولا لسه؟ على وشك. لقيته. الحمد لله. الف مبروك يا دوله. عارف انا بحلم بقى ايه؟ ان انا اسكن في قصر في الطلبيه كده يعني. ورينا كده. ده ايه ده؟ موبايل؟
الحمد لله الحمد لله، لقيت موبايلي، اصل كان ضاع منه وانا بحفر. ضاع منه وهو بيحفر؟ ايه يا عم دهب، ايه الناس اللي بتوقع موبايلاتها دي وهم بيحفروا؟ طب احفروا بسرعه بقى، احفروا بسرعه. دولا بقول لك ايه، ما ينفعش يطلعوا لنا ميه كده وهم بيحفروا بالمره، اصل انا عطشت. انت ايه بتتكلم ليه؟ انت بتتكلم وايه اللي موقفك هنا اساسا؟ وسايب البازار لوحده؟ يلا روح على البازار اتكل على الله. يا دولا بازار ايه يا عم وبتاع ايه يا انسى بقى الفقر يا دولا، انت خلاص هتلاقي الكنز ان شاء الله وهتاكل ريش نعام. اكل ريش نعام وانام على لحمه بتلو بقى ولا ايه؟ مش عاوزين دوشه، ما تخلوش نايم يا صاح. استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا رمزي ولا رمزي، ما تروحش شغل لنا يالا قران يالا. ها ايه الاخبار يا معلم ده؟ لقيته. الحمد لله الحمد لله. الف مبروك يا دوله. الله يبارك فيك. هسكن بقى في قصر عالي، بس مش في الطلبيه بقى، هغير، هسكن في العمرانيه. اتفضل يا عم حفره، ادي جراب الموبايل بتاعك. الحمد لله، انت امين يا دحطيره. يا عم حفره، وانت كل شويه تضيع حاجه كده، هو انت عم مطب ما قلتلناش حاجه ولا ايه؟ لا 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 لا، ما تكلمنيش بالطريقه دي، وبعدين انت داخل عليا كده ليه؟ ادخل عليك ازاي يعني؟ اكلكس قبل ما ادخل ولا هدي السرعه قبل ما اخش عليك على اساس انك مطب؟ يا عم ده في ايه يا استاذ عادل؟ في ايه؟ جايب لي كل عيوب الشوارع تحفر عندي، حفره ونقره ودحريره دحريره دحريره ايه اللي انت جايبها لي؟ من فضلك يا استاذ عادل، انا ما اسمحلكش انك تغلط في شغلي ولا في التيم ورك بتاعي. تيم ورك انت هتعمل لي فيها الجوهري بتاع الحفر. بص بقى، ومن الاخر كده، احنا الشغل ده ما ينفعناش، احنا عايزين بقى نوسع الحفره علشان ندق الترمب. عطشت. لا 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 لا، ما بحبش الميه، حد يولع شويه نار. ولا رمزي، روح هات كورتين نار بسرعه عشان واضح ان ابليس جعان. لقيته. لقى الكنز يا دوله. لا يا ابني، ده تلاقيه لقى الشاحن بتاع موبايل حفره. كلنا عيلة في القناطر. واحنا طالعين رحلة يالا. ايه دولة؟ طب هقول لك، احنا نغني لهم حاجة فرايحي بقى. عشان نصحصحهم كده. يا دولة. والكنز الليلة بتعيدوا يا رب تبارك، تبارك وتزيدوا يا رب تبارك يا رب، يظهر الكنز ويقب يا رب تبارك وتزيدوا. يا رجالة وصلتوا لحاجة؟ رجالة ايه وهبابة ايه بقى؟ احنا بقالنا شهر بنحفر، احنا كنا بنحفر في مترو الانفاق، كنا وصلنا لخط مدينة ناصر الجديد. مدينة ناصر الجديد يعني ايه؟ يعني ايه؟ قصدكوا ايه؟ يظهر كده ان مفيش حاجة والخريطة دي فسكوني، تقليد يعني. تصدق ممكن يا دحضرة؟ صح؟ المؤرخ بيشتغلنا عادي، المؤرخين بيروشنوا علينا وبيشتغلوا الاجيال القادمه. اجيال قادمه اللي بيشتغلوها يعني؟ قصكم ايه؟ حرام عليكم. لا احفروا، ده انا بعت الانبوبه عشان اجيب لكم اجركم يا جماعه، حرام عليكم، احفروا والنبي. يا استاذ عادل، واضح ان مفيش كنز، احنا مضطرين نستاذن ونمشي. تمشوا ايه؟ لا 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 لا، احفروا، هي قربت خلاص، احفروا 3 4 متر ان شاء الله هنلاقي كنز. هنلاقي كنز والنبي، احفروا 3 4 متر. مفيش كنز، احنا لازم نمشي. يلا يا رجاله. لا لا لا، استني يا وحسن. ابليس جه دورك، وزهم عشان يشتغلوا يا ابليس. ما توزهمش. بقول لك ايه، احنا لا هنحفر ولا هندور على حاجه، الحته دي ما فيهاش حاجه. بينا يا رجاله. لا بينا ايه يا معلم انت؟ هو بقول لك ايه، ما حدش ماشي من هنا الا على جزمتي وعلى اولى ربوهم يا رجاله. لا لا، ثانيه واحده حضرتك، انا ما قلتش حاجه، ده هو اللي قال. انا ما قلتش حضرتك كده. ربوه هو يا رجاله. ربوه. وهلا هلا في القناطر، كلنا عيله في القناطر. يا جماعه، اللي عايز حاجه يجي ياخدها بنفسه. لا انا ماليش دعوه، انا عايزه الغوشتين بتوعي. وانا كمان ماليش دعوه، انا عايزه الشهادات الاو بتاعتي.
وانا كمان عاوزه الحلق بتاعي. وانا عايزه انبوبتي يا مامتي. وانا عايز بنطلون جينز يا دول. انت اي هيصه جاي فيها وخلاص. يا جماعه انا عايز بس افكركم بحاجه، ان احنا قدامنا حل من اتنين، لا اما نرمي بلاوينا على بعض، لا اما نتجمع كلنا تجمع رجاله. وعايز افكركم بحاجه تانية، الانتري لما كان هنا هو والسفره وبعناهم، بعناهم ليه؟ عشان كنا رجاله وقفنا وقفه رجاله. وبعدين الانبوبه، حتى الانبوبه لما بعناها ليه؟ عشان كنا رجاله وقفنا وقفه رجاله. ولما بعنا السرير والمله بتاعته وخدنا المراتب ورميناها على الارض ونمنا عليها، عملنا كده ليه؟ كنا رجاله ونمنا نومه رجاله. عشان كده يا اخوانا انا بقول لكم مفيش فرصه قدامنا غير ان احنا نبقى رجاله ونقف وقفه رجاله. انا معاك يا بدوله. انا بقول رجاله. انت مالك خلاص دلوقتي يا جماعه، الحل الوحيد ان انت يا رانيا تروحي دلوقتي حالا وتفتحي الهويس. يا رانيا جرى ايه يا عادل؟ ما تروح تجيب حد يساعدك ويحفر. اجيب حد يساعدني؟ يا نهار يا اسوة، بعد المعلم دهب والمعلم ضحديرة وحفرة اجيب حد؟ هيبقوا طمعانين. احنا يا اخوانا لازم نحفر بنفسنا. بص يا عادل، نصيحة مني انا، يعني لا ترمي مهملتك في سلة واحدة. ماشي، ما علينا. وبعدين انا وجميع ما نقدرش ابدا على الشقة. لا ايوه جميع، عشان انا ما اقدرش اعمل حفرات علشان انا سنفتشي كورق. حفرات ايه؟ انتوا مش هتحفروا خالص يا اخوانا، بس انتوا هتساعدونا، مش هتسيبونا عشان احنا رجاله. فعشان كده انتوا بعد ما احنا نحفر انتوا تاخدوا التراب وتشيلوه ترموه قدام البازار. طب وانا بقى يا دوله؟ انت مالكش دعوه خالص، انت بقى لو ما لقيناش الكنز هرميك في الحفره وهردم عليك. ليه يا دوله؟ طب انا من غير ليه؟ خلاص يا دوله انا بقترح. تقترح؟ من امتى بتقترح؟ ما يا دوله نو ها؟ هوب احفر عدل بقى. ادي يا رمز. ايوه ارمي التراب الناحيه دي كده. انت بتعملي ايه يا حماتي؟ بتعملي ايه؟ انا بحط ميه علشان الترابات ما تعملش انتشارات. يا ماما بتكنسي ايه يا ماما؟ معلش سامحني، انا بحب اشتغل على نظافه. عادل على فكره بقى، احنا لازم نحفر 3 سنتيمتر جنوبا على اساس ان احنا نبقى عكس عقارب الساعه. عشان الوقت ما يسرقناش يعني. يلا رمز احفر بقى الناحيه دي كده وعكس عقارب الساعه. بقول لك ايه بقى دوله؟ بقى بص انت دولت يا عم، لسه جايين جداد يا دوله، انا المفروض ابقى رئيس العمال. انت جاي تدور هنا على وظيفه؟ ما تشتغل ياض وانت ساكت ياض. وانت ياسمين بتعملي ايه؟ بعمل قصر في الرمله. قصر في الرمله؟ اوف الجو صعب قوي هنا. انا حاسس يا اخوانا ان انا قاعد عند كوافير، مش ناس بيحفروا عشان كنز. انا هشتغل بنفسي. خدي اوعى يا عادل تنزل. لا يا عادل لا يا عادل لا يا عادل. ايدك يا دوله، ايدك عشان توقعني. اوعى يا عادل. بس خلاص لازم اشتغل بنفسي، انا اعتمد على واحد زي ده. احفر الناحيه دي. حاضر. ايوه لا كده ويمين شويه. كده دوله. ايوه استنى ايه؟ انا سامع صوت. ايه؟ انا سامع صوت برضه. ركزوا كده. ايه ده؟ صوت الكنز. ايه بس يا عادل، هو الكنز له صوت؟ ايوه طبعا، مش الكنز ده بيبقى حلقان وغوايش وبتاع بتعمل صوت. ايوه استنى هننزل نشوف في ايه. ايه ده انا حاسس الدنيا بتمطر. هو يا دوله خير المطره خير. يلا ننزل تحت. ايه ده في ايه؟ انت مين؟ ايه ده؟ انت مين؟ انا زيكم بالظبط، بدور على الكنز من 20 سنة. من 20 سنة بدور على الكنز. وجبت الشمعة دي منين؟ جبتها من تورتة؟ لا مش من التورتة، دي من اللحمة اللي كانت معايا، عملت من الشحم بتاعها الشمعة دي. قولي انتوا لقيتوا الكنز؟ لا هو احنا ما لقيناش الكنز حضرتك. عايز ايه حضرتك؟ يبقى ادور عليه بقى في سرداب تاني، اصل البازارات كلها مدخله على بعضها، وان شاء الله لما الاقي الكنز هرجع الوشتين بتاع ام واختي والحلق بتاع اخت مراتي وشهادات الاستثمار بتاعه حماتي. الله الله، ده التاريخ بيعيد نفسه يا استاذ عادل، ده عادل الكبير. بقول لك يا ابني، ممكن اطلب منك طلب؟ ايه؟ عايز دقيقة من الموبايل بتاعي؟ موبايل يعني ايه؟ لا ده حاجة ظهرت في الغربة بتاعتك من 20 سنة، يعني عايز ايه امال؟ لا تاخدني البيت معاك اريح سنة ولا حاجة واتغذى وارجع احفر تاني.
تتغذى ايه وبعدين تيجي عندي في البيت ده؟ انا عايش مع ست ستات، يعني سبع تنفار في بيت واحد، هتيجي فين يعني؟ يا ابني ما فيهاش حاجه لما يبقوا تمانيه وينوبك ثواب. لا معلش يا حاج، اتكل انت على الله، دور على الكنز بتاعك بقى، روح سرداب تاني ولا احفر في حته تانيه. الرزق على الله. بقول لكم ايه يا جماعه، واضح فعلا ان احنا حفرنا غلط، يبقى بدل ما كنا بنحفر كده هنحفر كده بقى المره دي. صح يا دول؟ معلش يا حبيبي سامحني بقى، انا عايزه الغوشتين بتوعي. وانا كمان عاوزه الحلقه بتاعي، بقول لك اهو. وانا بقى مش هعمل اي حفرات تانية، وعايزه الشهادات بتاعتي. ها عادي يا حبيبي، انا عايزه الانبوبه بتاعتي. حاضر. وانا يا بابا ازهقت من الحفر ده، خديه معاك يا ماما. حاضر. وانا يا دولة عايز انت كمان. انا عايز ابقى رئيس العمال بقى. عايز تبقى رئيس العمال؟ قوي بس رئيس العمال لازم يبقى في موقع الشغل. اتفضل حضرتك. ماشي. اتفضل انت رئيس، مش معقول هتستخدم الجاروب. ماشي. اتفضل. انا اقوله لي يا دولة. اتفضل يا رئيس العمال. دولة صبي. اتفضل دولة احفر. دولة ده احفر دولة.